دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021 تقتضي تكثيف الجهود على مختلف واجهات اشتغال مجلس المستشارين تثميناً لحصيلة إنجازات الولاية التشريعية، ذلك ما أكده السيد حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين خلال افتتاح دورة أبريل من السنة التشريعية 2020-2021. رئيس المجلس اعتبر أن هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة لكونها الأخيرة في الولاية التشريعية الحالية، وتقتضي بالتالي تكثيف الجهود بمساهمة كافة مكونات المجلس. السيد بن شماش أضاف أن هذه الدورة تعقد في ظل الظرفية الخاصة الموسومة باستمرار تفشي وباء كورونا ومواصلة الحملة الوطنية للتلقيح التي أعلن عن انطلاقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأضاف رئيس مجلس المستشارين أن الدورة تلتئم بعد دعوة الحكومة لعقد دورة استثنائية خصص جدول أعمالها لمجموعة من النصوص التشريعية الهامة. علاوة على ذلك، أكد السيد حكيم بن شماش أن اللجان الدائمة للمجلس توفقت في الدراسة والتصويت على عدد وافر من النصوص التشريعية المحالة عليها، والتي تمت برمجتها للدراسة والتصويت ضمن الجلسات التشريعية لمجلس المستشارين.